بسم الله وكفى سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا واهد بنا، ربنا ثبت أقدامنا على الحق، واجعلنا خير المطيعين لك وخير المحبين لك وخير الحاضرين بين يديك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. إن شاء الله في بعض الكلمات تفيدكم بفضل الله تعالى ببعض ما كان يتمتع به النفر رضي الله عنه، وهو من عايش القرن الرابع الهجري. ماذا يقول في الولاية؟ يقول: وقال لي، أي المولى سبحانه وتعالى الرجل يقول حتى ولا يلهم ربي بل حكم هذه الخيرة. وقال لي: سميت ولي ولي لأن قلبه يليني، قلبه غير مشغول بغير الله، وأنا يليني. وبعد يقول: دون كل شيء فهو بيتي الذي فيه أتكلم. يعني كلام الله ناس له صداء عند أغلب الإنس والجن، لكن أولياء الله هم أوعياء لتلقي هذا النداء المبارك الرباني. وهل جربتم نداء في مثل هذا المستوى من الروح والكرم والحكمة والسؤدد والنجاح والفلاح والفرح الحقيقي بالحياة الدنيوية وبالحياة الأخروية؟ لا والله، نحن جازمين أنكم لن تطال مخيلتكم هذا النوع من البعد عن العيش من القرب من رب العالمين حين من يبدو لكم سماعه سبحانه وتعالى. وماذا يقول عن أدب الأولياء هذا الرجل الصالح عليه رضوان الله؟ وقال لي: أدب الأولياء ألا يتولوا شيئا بهمومهم وأن تولوا بعقولهم. يعني المؤمن الحقاني من أحباب ربي لا يهتم بأمر الدنيا ولا بالآخرة، بل يهتم بما يصل بالله حتى يحوز محبته ويعلى حضرته. هؤلاء هذا النوع من خلق الله هم الأولياء، وإن عقولهم حية تتناول أي شيء لكي تعلم أن الله عظيم الشأن، وأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله حق أن يعبد وحق أن يسبح وينزع وحق أن يشكر وحق أن يخشى وحق أن يعلم عنه ما استطاع المخلوق أن يحيط ببعض صفات آلهية وأسماء السمية. سلام على من اتبع الهدى.